متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه الوضعية داخل مقاطعة المعارف. كما تتعرفوا جميعا أن في إطار نظام المجموعة الحضارية سابقا، يعني قبل ما تدخل الدار البيضاء نظام وحدة المدينة، كانت مقاطعة المعارف من بين المقاطعات اللي يقال أنها محظوظة وأنها تحقق لوحدها فائض مالي ضخما، وأن المشاريع كلها تتصب في هذه المقاطعة هذه. ولكن بعد مرور سنوات على نظام وحدة المدينة، بدأت بعض الأصوات ترتفع تقول بأن مقاطعة المعارف أصبحت نموذج من بعض المقاطعات المحيطية. علاش مقاطعة المعارف ما قدرش ترفع التنمية ديالها؟ علاش مقاطعة المعارف ما قدرش حافظت على المكانة ديالها؟ هناك اختلاف في وجهة نظر ما بين من يقول أن مقاطعة المعارف لا زالت تحتفظ بالوجهة ديالها، وبأن هناك مجهود خرافي بذل في هذه المقاطعة هذه من أجل الاحتفاظ على هذه الصورة ديالها، وهناك من يقول بأن لا، راه ما كاينش شي حاجة في مقاطعة المعارف، وأن هذه المقاطعة هذه لا تختلف كثيرا عن باقي المقاطعات. من أجل مناقشة هذه القضية هذه نستضيف السيد هشام جرير، رئيس جمعية إسهام وواحد من أبناء منطقة المعارف. سي هشام مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بي عندكم، وتشكركم على الاستضافة وعلى حبكم لهذه المدينة وخصوصا بمقاطعة المعارف. مقاطعة المعارف كانت من بين في إطار نظام مجموعة الحضارية، كانت من بين المقاطعات تتحقق واحد فائض مالي، وكانت يعني ينظروا إليها أنها مقاطعة نموذجية، ولكن في هذه السنوات الأخيرة بدأ واحد الجدل حول هذه المقاطعة. علاش في رأيك ما استطاعش مقاطعة المعارف تجر باقي المقاطعات على مستوى مدينة الدار البيضاء؟ هو كما تعرف الأخ الكريم، مقاطعة المعارف يعني من نحن في القديم تنسوا الناس اللي كبر منا المعارف، يعني بغيت تعود غير المعارف خاص كل لابس مزيان أنيق، يعني كانت واحد القطب يعني جد مهم جد للترفيه للترفوه يعني لقضاء الحوائج ديال الناس في الملباس وفي هذه. ولكن اليوم حنا في مقاطعة المعارف نشوفوها بشكل مغاير، غدا من الأسوأ الأسوأ، خصوصا في حدث المدينه. كما تعرف في المجلس السابق يعني المعرف عرف واحد عده اشغال تهيئه ديال المقاطعه، ولكن للاسف هذيك الاشغال لقيناها ما عندناش وقع على الساكنه. والمشكل ديالنا كما على المجتمع على المستوى ديال المغرب هو مشكل ديال التواصل والاحاديه في اتخاذ القرارات طرف المجلس. نوصل التواصل، كما تشوف اي بعد مقاطعه العارف ده مثلا شارع المسيره شارع الزرقطوني ديك الشوارع الكبرى على مستوى المقاطعه، يعني عرفت واحد صحيح، ولكن ما يمكنش غادي نبقاو غير شوارع اللي زوينه ومحدودين في واحد المنطقه. احنا كساكنه هذا الحق نتجولوا في مقاطعه المعارف بحريه، نمشيو للهنديه، نمشيو للمسيره، نمشيو لدرب غلف، نمشيو للبطحاق، نمشيو للوزيز، نمشيو للقصيبه، نمشيو حقنا نتجولوا. ولكن باش نمشيو باش نختاروا واحد المنطقه معينه اللي فيها الرفاهيه، فاشوف ان منطقه معينه اللي تم التركيز عليها داخل المقاطعه. ما يمكنش، انا كاين ميزانيه كبيره خاصه التدبير، هنا في كاين المشكل ديال التدبير ديال المجالس، خاص يكون عندهم واحد فني يعني يحاول يقسموا التدبير باش يكون واحد الوقع للساكنه، حيت ما يمكنش انا ودرب غلاف غادي نخرج ولا من واحد الحي شعبي بصفه عامه، من واحد الشعب في الحفار وفي في في يعني المجاري ديال المياه العديمه، ونتنقل ناخذ الطاكسي ونمشي للمعارف القرافه، هي راه كاين واحد الحساسيه وكاين واحد المشكل نفسي. يعني يوك علاش حنا، واش حنا ماشي مغاربه، حنا ماشي بيضاويين، حنا ما تندفعوش ضرائب، حنا ماشي، هذا هو الاشكال اللي خلق واحد. ولكن انت تشوف ان يعني في اطار التجربه السابقه تبدل واحد المجهود على مستوى البطحه، على مستوى الحدائق، تدار واحد مجموعه من الحدائق داخل مقاطعه المعارف. صحيح، بحكم حنا مساكنه ديال الحي البطحه، يعني الانسان اللي بعيد على الحي البطحه يعني الباساجي تيبان ليه بان البطحاره فيها ولا الضوا ولا يعني الحدائق ولا عندنا فونتين بين قوسين، ولكن ملي غتسولني كساكنه نقول لك لا. علاش؟ حي البطحه هذا بنوه يعني للاستعمار، كان 1954 يعني اقدم عماره، كان في واحد يعني تلقى لابارتومون فيه 54 متر ولكن تلقاها متسعه، وهذا نخرجوا على برا لهاد العماره. يعني هذوك الحدائق كانت واحد البادره ديال الساكنه هما اللي صوبوها بيديهم مالهم الخاص. جا المجلس السابق على اساس قالوا بان خصنا واحد 4 مليار ونص ديال السنتيم باش نهيكلوا هذا الحي هذا. للاسف ما كانش تواصل مع الساكنه، ما كانش تواصل مع المجتمع المدني. السؤال اللي طرحناه اشنو غندرنا في الحي ديالنا؟ يعني حتى اللوحه الاعلانيه ديال المشروع قبل ما نكملوا، واش ما كانش تواصل ولا ما كانش تواصل غير مع الجمعيه ديالكم؟ لا، ما كانش تواصل مع الحي كامل. ومن بعد يعني كان هو وقفات احتجاجيه يعني ديال الساكنه تيطرحوا سؤال بالاجماع اشنو غندير لنا في الحي ديالنا، خصوصا الحي ديالنا تعرف واحد الغابه يعني فيها اشجار الكاليبتوس، حنا كبرنا معها، عندنا نوستالجيا مع ديك الاشجار، لقينا بان في المشروع غادي يبداو يعني يقطعوا داك الشجر. ما يمكنش،
العالم كامل تيقلب على الشجر، وحنا عندنا الشجر ديال الكاليبتوس اللي عنده واحد الوظائف تقطعنا الشجره ما يمكنش ما يمكنش. هذا هو السؤال. ربما السلطه الشخصي العامل طلب السيد السيد الباشا باش يجمع الساكنه ويجمع المجمع المدني، وعيط لهذيك يعني طلب من ديك المهندسه ديال كازا ميناجمون شرح الساكنه اشنا كان، خصوصا بان المشكل الوحيد هو لوحه الاعلان الاشاره ديال 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 المشروع ما كايناش بتاتا وما كايناش بالتفصيل، يعني غير كلام في كلام في كلام. فعلا اجتمعنا وداك الشيء، التحق بنا السيد رئيس المقاطعه فعلا الشرح السابق السابق سي عصام صمد حيكار فعلا شرح للساكنه شنو غيكون اشنو يكون كان، ولكن يجينا الواقع ولا امور اخرى بان الفضاء الغابوي غيدير فيه سوق نموذجي. هذا هو العبث، ما يمكنش فضاء غابوي نديروا فيه سوق نموذجي، ما يمكنش، علما بان الحيل بطحة وريفيرا بناهم استعمار وكل كل منطقه دار معها مارشي. كاين البعض يقول بان سوق نموذجي من اجل يعني حل مشكله الباعه المتجولين اللي مقاطعه المعارف تتعرف تتعرف هذا المشكل بشكل كبير. ماشي على ظهر الفضاء الغابوي، ماشي على ظهر الشجره اللي قطعها، جدات لك الشجره باش قطعها ديفا سوق نموذجي. كاين عده حلول كما قلت لك، انا حيل بطحة وحيل ريفيرا دار مع الاستعمار اللي بناها دار معهم مارشي، ريفيرا فيها مارشي وحنا بطحا فيه مارشي مبني، يعني ما تحطش غير عبثا، يعني كاين دراسات باش الناس حطوا داك المارشي تمايا بقرب، يعني كاين السيوله في يعني في التنقل ديال الباعه ولا شيء. ولكن هنا انا دابا قادبا الحيل بطحا علما العنوان العريض ديال هاد المشاريع اللي دار في الدار البيضاء هو ما كاينش ان سويفي لا مانتونس. تيداروا مشاريع مجهوده مزيان نديروا دوش جار نديرو، ولكن واش كاين ان سويفي لهاد المشاريع؟ هذا هو اللي عشناه دابا حنا في حي دابا داك الحدائق، دابا داك العشب كله تحرق، النافوره دخلت في الميزانيه ديالنا دابا تيلعبوا في الدري ميني فوت، يعني هذوك ديك النافوره. دابا كاين واحد المشروع تاع النافوره في ديك الرومبا تاع محيليسه اللي تيقولوا على البيضاويه محيليسه ولا بصير، مجموعه من الجمعويين في هذه المنطقه هذه يعني استبشروا خيرا بهذيك النافوره، قال لك انها تغير صوره تاع وجماليه تاع المنطقه تاع درب غلف. انت من الاصوات اللي تعارض هذه الفكره هذه، علاش تعارض هذه الفكره تاع اقامه احداث نافوره في هذا المكان هذا؟ وانا تصنت الحوار اللي داز مع القناه ديالكم، وربما طاح شي واحد السؤال قلتي واش درب غلف محتاج النافوره، سؤال جميل وملخص داكشي، واش درب غلف محتاج النافوره؟ واش درب غلف حاليا فيه ازقه الواد الحار عندهم بوشي، واش نافوره بغينا نعرفوا، واش نافوره هذه للتزيين زينه يعني نافوره، ولا نافوره يعني لها الناس؟ واش انا ما عمريش في العالم كاين نافوره وسط روبا، كيفاش هاد السيد اللي غادي يمشي ولا هاد السيد اللي غتمشي غتقطع هذاك الشانطي اللي يعني ديك الطريق اللي مصيبه، يعني تعرف اكبر اصعب مدار في كيفاش غتنقلوا باش نولجوا لهذيك، كيفاش هاد الانسان غادي يريح في واحد الكرسي وكاين التلوث كاين الكلاكسون؟ دابا نعرفوا دابا هنا رجع المشروع طبعا، هنا غنرجع للمرو، هنا الاعلان، هنا اللوحه الاعلانيه ما فيهاش من 3 دي اشنو غيديروا؟ واش نافوره فيها غيكون فيها كراسا وغيكون فيها هذه؟ واش نافوره لان السيد رئيس المقاطعه سي عبد الصادق مرشيد قال بان غيكون لافوا دو يعني مسار ديال الماء، بغينا نعرفوا هاد النافوره واش عندها علاقه بهذا المسار ديال الماء، ولا هاد النافوره غتكون هنا تتبقى المعلومه ديما ضيقه ديما صغيره، يعني المشكل ديالنا هو كنتوا كجمعويين من حقكم انكم تدقوا باب تاع المقاطعه وتطلبوا الرئيس المقاطعه بالمعلومات. ماشي كاع جمعويين، كاين جمعويين اللي يقدروا يمشيو وكاين جمعويين اللي ما يقدروش يمشيو. علاش كيفاش؟ اللي تيقول اللهم هذا منكر لا يستقبل ما تي للاسف، لاني حنا انا كرئيس جمعيه اباء. لا ولا انت واش عمرك مشيتي دقيتي الباب ولا مشيت انا عندي مهمه اخرى ديال رئيس جمعيه الاباء لاولياء الامور، مشيت باش نطلب يعني وسيله التنقل الوليد ديالنا غيلعبوا غيمثلوا مقاطعه المعارف في العدو الريفي. دخلت يعني لا سكرتير ديالو قالت لي ما بستاهلش يستقبلك السيد الرئيس، وهو حر بغى يستقبل ما يستقبلش، ولكن انا كسك ربما خلاص نعرفوا بزاف الحوايج، لكن ربما نخليوه بحكا في ربما ماشي مشكل. حنا شوف حنا انا هاد الشيء تنقول دابا، انا والله العظيم ما عنديش رباح باش نبخس العمل ديال شي مجلس ولا هادي، غا هو المقاربه التشاركيه ضروريه، حيت كل واحد يشوف الزاويه ديالو، انت غتشوف الزاويه ولا غتشوف الزاويه، سيرتو حنا كساكنه تنعرفوا الخبايا، حيت ما يمكنش المشروع السابق انا في العماره اللي تتكون فيها تكون ضنا لي زيكو ديال المشا، واول شتا جاتنا جا الفيضان من 54 مع الحيل بطحا ما جا الفيضان، انت ما يمكنش تسميتي 4 مليار وجينا الفيضان، هذا هو العبث.
هذا هو الاشكال بالنسبه لهاد النافوره. كي نرجعوا للنافوره ديالنا يعني هاد التجربه هذه كاينه نافوره في الجزيره كاينه نافوره في بحي البحر فاشله. دابا الا مشي النافوره ديال بحي البحر ما كيف هاد الملي فوت هادوك الوسائل كلهم مشاو المعارف كذلك كاين مازال دار نافوره تما كاين وتبقى الوضعيه نافوره مزيان مزيان نافوره ولكن المشكل في السويفي واش المينتونس واش غتكون المينتونس واش هاد المجلس دار ميزانيه خصوها لهاد المينتونس تهرسات شي حاجه يعني ما كاينش المينتونس. هذا هو الاشكال هذا هو السؤال العريض نطرحه انا على المباشر السيد المجلس المدينه ولا المقاطعات واش كاين مشاريع مزيان نفكروا بحال تكون زوينه الدار البيضاء ولكن واش كاين كان سويفي راه السويفي هو اللي عندنا فيه المشكل. بالنسبه لك انت كجمعوي كولد الدرب ولد منطقه مقاطعه المعارف ولد مقاطعه المعارف اشني التصور ديالك باش هذه المقاطعه يعني ترجع ديك الصوره اللي كانت عليها في ادها البيضاويين؟ واش نقول لك اسب هاد هو اولا مجالس يعني فتحوا المجال في التواصل مقاربه التشارك الى الجمعيات لان ما يمكن لان يعني ود الحي ود المنطقه هو اللي يعرف الخبايا. ما هاد المقاطع المعارف فيها بزاف ديال الحفار. عطيك مثال دابا هي ادي البالمي يعني بحكم العمل ديالي تمشي فيه بزاف ما فكروش في البديل ديال السيوله ديال السيارات. راه ملي تنخرج انا من كازابور تنفكر امتى غنوصل لدار بغلف تنضطر تنهود على عين ديال باش نجي لدار بغلف ما فكروش مش ولات منطقه مخنوقه ما فكروش البديل. ها حنا ايوا وشنو البديل؟ انا مثلا امبيلونس دابا عندنا مشكل ديال الامبيلونس عند تعرف ان المنطقه ولات فيها مساحات كثيره لي زومبيلونس تيتحدبوا سيتو جات الوسط بين سي اش يو وبين يعني واحد الحركه كبيره ديال ما فكروش البديل. دابا بالمي خاصك تضطر باش يعني غت ساعه في الجحيم باش تدخل. سي هشام شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس. نتمنى على الله باش تكون هذه رساله وحنا لا نبخس عمل اي بالعكس حنا مستعدين لنا لهذه المقاطعات بالافكار وسميتو بالتصورات وبعض الانتقادات وبعض الملاحظات انا بحق ندير الملاحظه نتمنى على الله باش ما تكونش انتقادات تاخذها ياخذوها الناس بواحد الحساسيه وبواحد البغض وواحد الحقد. يعني بلادنا محتاجه للتواصل والمغاربه تيستاهلوا بزاف الحوايج خصوصا شنا في هذا المشكل ديال سيريان. المغاربه الله يعمرها دار ولكن ما تيبغيوش اللي يبخسهم ما تيبغيوش اللي يطيح من القيمه ديالهم. سي هشام شكرا جزيلا على قبول الدعوه متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.